السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ انتصار أم ريم. اليوم نقدم لكم خبيزات الفطور والكوتي بالحليب، كيجيو رائعين ولداد. نخليكم مع المقادير. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجو جوج بيضات، واحدة غنديروها في العجين وواحدة للدهن. عندي هنا 3 معالق ديال السنيدة كبار. غادي نحتاجو ساشي ديال نيدو، ساشي صغيرة اللي فيها 26 غرام. وعندي هنا 1/4 كاس ديال الزيت. وغادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب يكون دافي. بالنسبة للعبار ديال الحليب غنخليه لكم في صندوق الوصف. تنكمل العجين ونشوف شحال تاع الحليب زدت ليا. شوية الملح، خمارة ديال الحلوى، معلقة ديال الخميرة الفورية، معلقة كبيرة ديال الزبدة، وغادي نحتاجو معلقه ديال الكريم فريش باش نخلطوها مع البيضه اللي غندهنو بها. كريم فريش مع البيض كيعطي واحد اللون مذهب لهاد الخبيزات ديالنا. دابا غادي ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخدو كميه اللي عندنا ديال الفورص، غادي نضيفو عليها بيضه واحده، غادي نضيف عليها السنيدة نيدو، الزيت، الملح باش ندير القياس ديالي، غادي نديرو الخميرة. صافي الزبدة ما غنديروهاش دابا حتى تعجن لينا هاد العجينة وندلكوها مزيان، باش غادي نضيف هاد المعلقة ديال الزبدة، وغادي نضيف واحد الكمية ديال الحليب، وغادي نديها تعجن في العجانة حتى تعجن ونشوف شحال غادي نزيد. كيف كتشوفو من بعد ما دلكت هي العجينة فاني غادي ندير نزيد فيها الزبدة. صافي من بعد ما درت معلقه تاع الزبده كامله خليتها تدك واحد شويه وغنقيها تسخن لمده ربع ساعه ونطلقوا باش نشكلوا الخبيزات ديالنا. دابا العجين تاعي بعد ما خليته يرتاح 15 دقيقه غنقسمها على 3 الكويرات بهذا الشكل هذا. غادي نرشوا شويه الدقيق، غير شويه ضروري باش ما يتلصقش لينا العجينة. غادي نطلقوها بالمدلك على هذا الشكل. غنطلقوها ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة. صافي بحال هكايا. بعد ما طلقنا العجينه في هاد على هاد السمك هذا ما غليظ ما رقيق، غادي نقطعوها بهاد القطاعه هادي. صافي غادي نحطوهم في اللاطه تكون مدهونه ولا فيها بابي سوفيزي، وغادي نخليهم حتى يخمروا. صافي انا غادي نكمل كلشي بنفس الطريقه، وملي يخمروا غنتلاقى معكم باش نكملوا الطريقه ديال هاد الخبيزات هادو. ودابا ملي الخبيزات ديالنا خمروا انا خديت هنا بيضه كامله، غادي نزيد عليها معلقه ديال الكريمه، كاس معلقه. صافي غادي نخلطوهم مزيان. غادي ندهنو بهم هاد الخبيزات،
ملي قطعته انا بالقطاعه باش يجينا واحد الشكل اللي هو متساوي ويجيونا حتى المنظر زوينين، ما يجيش شي كبير شي صغير. صافي غادي نستعمر حتى ندهنهم كاملين. بالنسبه للخبيزات كيجيو رائعين وكينفعونا في الفطور ولا في الكوتي، ولا حتى الوليدات يديوهم معاهم المدرسه، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى تجربوهم. صافي انا دهنت دابا كلشي الخبيزات ديالي. دابا بعد ما كملت الخبيزات تاعي في الدهن، فانا غنطرا سيهم على هذا الشكل ديال زائد غير باش يعطيونا واحد المنظر. غنطراسيهم كاملين بهذا الشكل هذا. صافي غادي نكملهم كلهم هكا، وهادو غادي نرشهم بالجنجلان الاول. صافي وحدين اخرين غادي نرش عليهم بافو. وغادي ندخلهم الفران على درجة الحرارة 200، وهذا مدة ربع ساعة. وغادي صافي غادي نخرجهم لأنهم دغيا كيطيبوا، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. ودابا هذا هو الشكل النهائي للخبيزات التوعي. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو رائعين، لا في المنظر ولا في المذاق، وكيجيو رطبين وخفاف، كينفعونا في الفطور ولا في الكوتي، ويديوهم حتى الوليدات معاهم المدرسة. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، ولا عجباتكم ونالت الرضا ديالكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء، وتضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما توصلوا بالجديد.